السلام عليكم. الوصفة اللي غادي ندير اليوم إن شاء الله هي أكلة الشرقية المقلوبة. بزاف ديال الناس صيفطوا لي ميساج في انستغرام، كنت حطيت التصويرة ديالها واحد المرة، بغاو يعرفوا الطريقة. ملي كنديروها باللحم كنقدروا نديروا فيها الدنجال وشي فلور وبصلة، ما كنديروش فيها قزمر معنوس، ما كنديروش فيها مطيشه. هادو تقريبا الانغريدينس اللي كنديروا مع العطريه. الرز حاولوا تاخذوا الرز ميديوم، متوسط الحجم، تيسميوه الرز المصري، كيتنفخ دغيا. اولا كاين ثلاثه ديال المراحل هنايا في المقلوبه. اولا كنطيبوا اللحم مع البصله والعطريه بوحدو، الشيفلور والدنجال ايج بلانت اند كاليفلاور، خصنا نقليوهم. كاين الناس اللي كيفوروا الشيفلور حتى هكا كيجي مزيان. الدنجال ضروري خصنا نقليه وغادي نقطعوه على الطول. البصله بطبيعه الحال غنديروها مع اللحم. والرز غادي نفزكوه في الماء دافي على الاقل ساعه او حتى ساعتين قبل ما نستعملوه. دابا غادي نمشي نفزك الرز وغادي نقلي الخضره ديالي، نوجدها عاد نطيب اللحم ونشوفوا لي زيتاب او الخطوات اللي غنديروا باش نوجدوا هذه المقلوبه. غادي نقطع الشيفلور ديالي، ماشي ضروري ندير هذا كامل على حسب شحال عندي ديال اللحم، ولكن كيجي زوين صراحه في المقلوبه. غادي ندير غادي نقسمو هكايا باش يجيني ساهل في القلي، باش نقلبو على الجهات ندير له بحال هكا، نحاول نقليه. هو اصلا ملي غيتكب عليه المرق اللي غنطيبو فيه اللحم مع الرز غادي يزيد يطيب شويه في الجميله قبل من نقدموه. بحال هكا كيف قلت، ماشي ضروري نديروه كامل على حسب الرز اللي غنديرو، على حسب القدر اللي غنطيبو فيه الجميله او اللي غنطيبو فيه، لان هادشي كله كيتفرش تبقى فوق الطبقه. بالنسبه للدنجال غادي نقطعوه على الطول باش يسهل علينا نفرشو المقلوبه من التحت. غادي نحاول نحيد ليه شويه ديال القشره، من ماشي كله غير شويه بحال هكا. اوكي، وغادي نقطعو هكا شرائح طويله بحال هكا. الدنجال دائما ملي نقطعو قبل ما نقليو نديرو له الملح باش كيتحيد منه الماء، ما كيهزش لينا الزيت بزاف بحال هكا. بالنسبه للحم غادي نطيبو هذا غنمي كيكون فيه لدام، كيجي زوين في المقلوبه. غادي نطيبو في الكوكوت. الشرقيين كيديروا ما كيديروش الزيت بزاف، اغلبيه كيسلقوا اللحم ديالهم وكيديروا ديك العطريه السبع بهارات. انا ما تعودتش عليها انا ولادي، كيفي غادي نصايبها بالعطريه العاديه ديالنا. غادي ندير هذيك البصله قطعتها طريفات صغار، ندير معها ثومه، غندير زيت العود، تقدروا ديروا نص زيت العود ونص زيت عاديه. العطريه غادي ندير العطريه عاديه، غادي ندير سكينجبير، ندير الملح، ما تكثروش الملح لاننا درنا الملح في الشيفلور اوف الدنجال قبل ما نقليه وتنعاودو نذوقو. ندير شويه ديال التحميره، شويه البزار. الرز انا درت جوج ديال الكابس اللي هو 1 باوند تقريبا كيلو لا روب، ها هو فزكتو في الماء كيف قلنا. يعني الا درت 2 كابس جوج الكيسان ديال الرز خاصني ندير المرق اللي غندير هنايا غادي يكون 4، خاصني ندوبل القياس ديال الرز. غادي نقلي هذا اللحم في هاد التوابل وهاد البصله،
وغادي نزيد عليه المدافي كيف قلنا الدوبل ديال الرز، وغادي نسد عليه حتى يطيب ونرجعو نكملو المقلوبه ديالنا. الدنجال هو من بعد ما قليناه هو والشي فلور، اللحم طيبته مزيان، الا لقيتو شي عظم غادي تحيد نحيدوه احسن بحال هكا. اللحم خصو يطيب مزيان لان ما غاديش يزيد يطيب غير شويه مع الرز. الرز من بعد ما فزقتو جوج ديال السوايع، دابا هنايا الطنجره اللي غنطيب فيها كتب فيها هاد البابي ديال المطبخ، غادي نديرو من التحت باش ما يلصقش ليا الدنجال. هو الاول اللي غندير من التحت في الطنجره، ملي غنقلبها غنبغي الدنجال يبقى يعطيني ديكور زوين. غادي نبداو بالدنجال هو الاول، نستفوه بحال هكا، نديرو الطروفه الكبار هما التحت، ندير هكا هنايا نديرو الطروفه الكبار هما التحتانيين باش يعطيونا منظر. انا الدنجال راه حاولت باش نحيد له الزيت بزاف، غادي نديرو له هكا يا باش من نقلبوها يجينا المنظر ديال الدنجال هكذا. اللي ما بغاش كاع يقليه الدنجال يديرو في المقله بلا زيت، او لما يديروش كاع، لان المقلوبه ديال الدجاج ما كيدارش فيها الدنجال، كيدار فيها غير شي فلور هكذا. وندوزو دابا نديرو الشي فلور ديالنا من فوق الدجاج مباشره بحال هكذا. غادي نستفوه حتى هو هكايا، كيجي الاندماج ديال هاد العناصر ديال الشي فلور مع الدنجال كيجي زوين بزاف المذاق ديالو هكذا. داكشي علاش قلت قبيله ما نكثروش الزيت في اللحم، لان غادي نديرو الدنجال مقلي والشي فلور مقلي. دابا غادي نحطو اللحم ديالنا هكايا هادو بحال هكا، كيف قلت لك كان شي عظم غادي تحيد حيدوه، وجربوها بالدجاج كيف قلت نفس الطريقه، غير هو الدجاج ما ديروش فيه الدنجال، ديروا غير شي فلور. حيدوا هاد العظم هكذا وسخون. الغنمي كيجي فيه زوين، نحيد هاد العظام حتى هما. الدجاج كنقليوه ماشي بحال اللحم كنديرو هكا. الدجاج من بعد ما كنطيبوه في الطنجره ونحيدو له الماء كيتقلى شويه ديال الزيت، عاد كنديروه من فوق الخضار. دابا نعاود نصايبها ان شاء الله المقلوبه ديال الدجاج. دابا غادي نديرو الرز، نحلوه مزيان فوق العناصر ديالنا اللي درنا. كيف قلت انا درت 2 كابس، جوج الكيسان كبار العبار الامريكي ديال، هي 250 مليلتر في جوج، هي 500 مليلتر ديال الماء ديال الرز، يعني غادي ندوبلها بالماء. هذا لاصوص اللي طيبنا فيها اللحم، غادي نخويوها على كل شيء هكا. دابا غادي نديرها طيب، غادي ندير العافيه مجهده شويه حتى تبدا تغلى، وغادي نقص عليها العافيه ونخليها طيب في خاطرها حتى يطيب الرز. الا بان لكم ان الرز مازال ما طابش ولاصوص كانت قليله وغادي نشوفوا ما طيبش، زيدوا شويه ديال الماء سخون وتسناوها حتى غير يبان لكم الرز طاب، كتطفيو عليه وكهي كتبقى مغطيه كيشرب الرز هذاك الصهد وكيزيد يتنفخ. من بعد واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه نقدموها. نمشي دابا نطيبوها ونرجعوا نشوفوا التقديم النهائي ديالها.
الطنجره ديالنا هي طابت. دابا خصنا نقلبوها، خليتها حتى تشرب الرز لاصوص وبردات شي شويه. دائما خاصكم تقلبوها بشي حاجه اللي تجي لاصقه على الوجه على الفم ديال الجميله اللي كطيبوا فيها. الا كان طالع بزاف ولقاوه لكم هاد اليدين ما غاديش تقلب مزيان. انا غادي نديرها اليوم في هادي حيت هادي جاتني مقاده شاده راسها مزيان، غادي نقلبها هنايا. بسم الله. اي فوالا، نحيدو هاديك الورقة ونجمعوها شوية من الجناب. غادي نزوقها بشوية ديال المعدنوس هكا، وشوية ديال اللوز مقلي. تقدروا تذوقوها بأي طريقة بغيتو. اي فوالا، نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وشكرا على المشاهدة.